الأسماء دي معرفهاش. بتساوي الناحية التانية واحد ناقص إن على أر دي. فدي معادلة هتصير في إيه؟ يبقى باختصار هي دي أصح نقطة في الشابتر كله. باختصار تاني أنا بحل السيرفس الأولاني طلعت بسرعة على المسافة دبليو، الدبليو دي هصرفها على السيرفس التاني بس هتبقى تخيلتها هي ماينس دبليو، والمفروض إنها جاية من الإزاز التخيلي اللي كان موجود في الحالة الأولانية، يبقى جاي من الإزاز ورايح في داخل الدبليو، صح ولا لا؟ يبقى أنا حليت السيرفس الأولاني هواء إزاز، بنحل السيرفس التاني إزاز هواء، وتركب الاتنين على بعض يبقى أنت جبت العدسة كلها صح؟ هواء إزاز والحالة التانية هتبقى إزاز هواء. واللي هتكون من الحالة الأولانية على مسافة دبليو صورة حقيقية، ده بالنسبة للتاني هيبقى صورة تخيلية، لأن الحقيقة ما اتكونتش. لو كان السيرفس الأولاني بس موجود لوحده فأنت هتتكون. بس اللي حصل إن السيرفس التاني قطعها فما اتكونتش. فبالنسبة للسيرفس التاني هتبقى ماينس دبليو. المسافة بين التو سيرفس مهملة، السيرفس ده صغير فممكن. كل اللي أنت هتعمله إنك هتجمع الاتنين على بعض، دي بدي عشان دي قانون عام كده، فهيروح إن على دبليو ماينس إن على دبليو يروح مع بعض، وهيبقى في الآخر واحد على يو بلس واحد على بي بتساوي ان ناقص واحد واحد على واحد ناقص واحد على كده. يبقى احنا بنعوض بالنسبه للعامل على سته. طيب ممكن نبدا بقى نشرحها؟ نبدا يا جماعه نبدا عشان الوقت مفيش وقت لسه قدامنا شغل كتير. حد كده جاب على طول يرد يقول الفوكال لينس هنا يطلع كده. الفوكال لينس هنا يطلع كده. اجيب الفوكال لينس ازاي؟ هو ايه تعريف الفوكال لينس؟ لو الصورة جاية من انفينيتي، لو ده من انفينيتي صح؟ هيبقى البي ده بيساوي كام؟ هيبقى البي ده بيساوي كام؟ اف. وساعتها يبقى واحد على اف بيساوي كل الفيرومان اللي احنا بنجيب واحد على اف هيساوي ثلاثة ناقص واحد واحد على واحد ناقص واحد على واحد. أنا واحد ضايع كده أخرجه، يعني كام رسمة بسرعة كده وقولوا لي أنا واحد ضايع كده أخرجه، ماشي؟ تمرين بسرعة كده، لو عرفت تحط الإشارات هنا صح أنت ما عرفتش تشوف المسألة شطة. أعمل نظر كده. الأشعة جاية من الشمال. زي تمرين يا إخوان في أروح أبني. الأشعة جاية من الشمال، يبقى أربعة موجب؟ موجب. واحد اثنين؟ ثالث. طيب، الحالة الثانية، أر واحد، الأشعة جاية من الشمال، أر واحد؟ ثالث. ثالث، واحد اثنين؟ موجب. واحد اثنين موجب. الحالة اللي بعدها، أر واحد؟ موجب، واحد اثنين؟ انفينيتي، سطح مستوي نص القطر بتاعه. بلدي صح المستوى نص الكور بتاعه ولا صعبه دي؟ هات الاشارات كلها وعندك القانون هناك تحط ار واحد وار اتنين حسب ظروف الاشاره. هو انتوا كده بتاخروني انا ما كنتش بقول بس بص كل شويه انا خلاص يبقى احنا ماشيين على نفس النظام بتاع البريزم، عملنا ايه في البريزم؟ درسنا الاول المساله على وش، وبعد كده على وشين، وبعد كده الديفيشن، وبعد كده الديسبرشن، خلاص؟ هنا هنعمل نفس القصه، درسنا المساله على وش واحد، وبعد كده ركبنا وشين، وبعد كده هندرس الديفيشن والديسبرشن. كان ايه الديفيشن ساعه البريزم الاولاني؟ ايه الديفيشن؟ يعني ايه الديفيشن؟ زاوية الانحراف ما بين مسار الشعاع الأصلي والمسار النهائي. يعني لو أنا قصيت هنا العدسة دي، لو كان ده الشعاع الأصلي وجاي موازي هيخبط في العدسة يتكسر يروح ناحية النقطة. الديفيشن أنجل هي الزاوية اللي ما بين المسار الأصلي والمسار النهائي. كويس؟ دي بنسميها دي. نتعامل دايما مع زوايا صغيره. عشان كده برضو الزاويه بتساوي ساين الزاويه بتساوي تاني الزاويه حسب ظروف المساله. احنا ممكن نجيب القانون بتاع الدي بطريقتين سهله قوي. الطريقه الاولانيه ان احنا نقول هنا دي ببساطه كده
بتساوي المقابل على مقاول او التام هتساوي اتش على اف. فيبقى الديفيشن بيساوي اتش على اف. او لو عايز تبص لها بشكل جنرال، شعاع مش موازي، شعاع عادي خالص هينكسر وينزل الناحيه الثانيه دي، فساعتها هيبقى زاويه الديفيشن بتساوي زاويه الفا زائد بيتا. وانا ممكن اشيل الفا. طيب يعني عايز اعمل ايه في الجزء الثاني؟ دي بتساوي الفا زائد بيتا. الفا ممكن بتساوي التان بتاعها هو اتش على يو، وبيتا بتساوي التان بتاعها هو اتش على في. يبقى دي بتساوي الفا بلس بيتا. ممكن برضه في الاخر تبقى اتش على يو زائد اتش على بي يساوي اتش على بي. يعني سواء عايز تشوف الديفيشن من المنظر ده او من المنظر ده، في الحالتين الديفيشن بيساوي اتش على بي. كويس. هل هنكتفي بكده؟ لا. عايزين بقى لو عندي عدد اثنين، فاكرين كده احنا كنا في البريزنس فاكرنا اثنين مشهورين ورا بعض صح؟ طيب واحد قال انا عايز اركب عدستين ورا بعض وعايز قانون عدسه مكافاه، وعايز قانون عدسه مكافاه عدستين. خلينا نثبت ده وبعدين نثبت الاسبيرشن لما خلصه. ممكن نقرا عشان نخلص قانون عدسه مكافاه عدستين. يعني ايه عدسه مكافاه؟ يعني انا هشوف الديفيشن اللي هتعمله العدسه الاولانيه والديفيشن اللي هتعمله العدسه الثانيه، وهجيب عدسه تعمل ديفيشن مكافئ للاثنين. يعني افترض ان المكان ده مكان العدسه الاولانيه دي لينز 1، وباعتبار ان هي عدسه رفيعه رقيقه في اللينز، باعتبار ان هي في اللينز انا مش هرسم السمك بتاعها، انا هرسمها بخط. العدسه الثانيه هسميها لينز 2، وهفترض ان في شعاع جاي موازي للبرنسبال اكسس بتاع الاثنين، الاثنين ليهم نفس البرنسبال اكسس. فهي شعاع كده شكله موازي. هيحصل له ايه في اول عدسه؟ هينكسر. وهيحصل له ديفيشن يساوي جامد. مش مهندس الاثنين اللي ورا. هيحصل له ديفيشن، حد شاف القانون الاولاني بتاع ديفيشن هنا؟ ديفيشن بيساوي كام؟ اتش على اف. يبقى العدسة الأولانية لو أنا قلت إن هي ديفيشن اسمه دي 1 هيساوي آدي الارتفاع ده هسميه مثلا اتش 1، وهقول إن هي فوق اللينث اف 1. فوق اللينث اف 1. يبقى ديفيشن دي 1 اللي هتعمله بيساوي كام؟ أهو القانون عندنا ديفيشن سواء عايز تجيبها كده أو تجيبها كده، جميع الأحوال ديفيشن اتش على اف. طيب اتش 1 على اف 1 كويس. فالشعاع هينكسر اول مره هيمشي كده. المسار الاصلي بتاعه كان هيكمل كده. فدي زاويه اسمها ديفيشن واحد. هفترض ان العدسه الثانيه على مسافه اكس من العدسه الاولانيه. يعني المسافه دي من هنا لهنا كده اسمها اكس. طيب الشعاع وصل الناحيه الثانيه هيحصل له ايه؟ هيحصل له ايه في العدسه الثانيه؟ هيتكسر تاني. طيب لو فرضنا ان هو وصل عند ارتفاع اسمه اتش 2 هيحصل له ديفيشن اسمه دي 2. المسار اللي كان الشعاع هيكمل فيه هو ده، بس هو هيتكسر تاني فهينزل هنا، وهتبقى دي زاويه اسمها ديفيشن 2. كويس؟ وديفيشن 2 هتساوي اتش 2 على اف 2 صح؟ دي مشكله في دي؟ نعم. تاني انا هرسم عدستين وعايز اشيلهم واحط عدسه مكافاه، ده اللي انا عايزه. العدسه الاولانيه هتعمل ديفيشن اولاني اسمه دي 1، والعدسه الثانيه هتعمل ديفيشن اسمه دي 2. مش اكتر من ان انت تطبق القانون اللي احنا عملناه هنا البسيط السهل ده مرتين. فديفيشن 1 هيبقى اتش 1 على اف 1. الشعاع انكسر ونزل شويه خد نوصل للعدسه الثانيه. لما وصل للعدسه الثانيه نزل عند ارتفاع شويه، ايه نزل شويه عن اتش 1 نوصل لاتش 2. فالديفيشن في الحاله الجديده هيبقى اتش 2 على اتش 2، في مشكله في دي؟ طيب هنسمي فرق الارتفاع اللي نزله ما بين اتش 1 واتش 2 المسافه دي هنسميها واي.
لو قاعد مصحصح كده هو قانون صح في الحالتين سواء متوازي او مش متوازي بس اديته مرتين صح كده او كده. طيب واحد مصحصح بقى يقول فين الزاويه بتاعت الديفيشن التوتال؟ اعرفها ازاي؟ لو حبيت اعرف الديفيشن التوتال للسيستم ده فين؟ رواية على بين الشعاع الاولاني خالص والشعاع الاخراني خالص صح كده؟ يبقى ده الديفيشن التوتال. دي الديفيشن التوتال هو ابتداء انا هسيبها عشان ابتداء هو الابتداء بتاع الشعاع مع الشعاع الاصلي يبقى دي الزاوية في الناحية دي. كويس من هندسة الشكل بقى الزاوية دي 2 هنا هتساوي الزاوية دي 2 هنا صح؟ ايه ده مش عارف ايه ثاني؟ خلاص سقف جاي من سقف جاي عشان الاثبات 10 دقايق؟ بين الاورنج والنور فطبيعي ان هو يقابلها على نفس الارتفاع اللي هو H1
ويحصل انتصار وينزل في الفوق اللي في تحت. فعايز المكافاه في الاخر بتكون لي صوره عند البقره بتاعتنا اسمها ايه؟ يبقى انا عايز اعكس المكافاه احطها في الاخر، احطها في المكان اللي بتقابل فيه الشعاع الاصلي مع الشعاع النهائي. ده مكان عكس المكافاه. يبقى اشيل على السين دول واحط دي مطرح. ولما الاشعه تجيبها متوازيه هتنزل في الكوبس بتاعها. في الاخر شويه جيومتري بقى، شويه لعب بقى بالمثلثات. هيبقى دي 1 بيساوي التان بتاعه هو واي على اكس مثلا. وفي نفس الوقت دي 1 بيساوي اتش 1 على اف 1. باشمهندس ده بيصعب الضرب. مش هتستنى 5 دقايق. فانا ممكن من علاقه دي 1 بتساوي التان بتاع دي 1 بيساوي واي على اكس، وفي نفس الوقت هي بتساوي اتش 1 على اف 1. والدي توتال هتساوي دي 1 زائد دي 2، فانا ممكن اشيل دي توتال واحط اتش 1 على اف. ليه؟ لان دي توتال دي بتاعت عدسه المكافاه، الشعاع هي هرفعها اف اتش 1 وينزل في الفوكال بريد بتاعها. العدسه الاولانيه اتش 1 على اف 1، العدسه الاخرانيه اتش 2 على اف 2. بس انا مش عايز اتش 2، عايز اخلص منها. فانا هخلص منها من العلاقات اللي هنا، ان اتش 2 اتش 1 بيساوي اتش 2 بلس واي. فهجيب الواي بدلاله اتش 1. هحطها هنا وفي الاخر هجيب اتش 2 بدلاله اتش 1. شويه رياضه هامه كده هطلع اتش 2 بيساوي اتش 1 في 1 ناقص اكس على اف 1 وهعوض في العلاقه دي واشيل اتش 1 مع بعض يطلع ده القانون بتاع العدسه المكافاه العدسه دي. اخر حاجه بقى ممكن دقيقتين انت اخر حاجه خالص. طب بيركب عندك بيركب عندك ميموري؟ فممكن نعرف نفس التعريف ونحط نفس القانون، مفيش مشكلة.
اللي زودناه ان احنا عايزين نربط السبيس باور مش بس بالانات، انا عايز اربطها بالافات كمان، الاف بتاعت اللون الفايولت والاف بتاعت اللون الاحمر. طيب هي الاحمر دي بسيطه، ده الفوكال لينس بتاع العدسه العادي اللي احنا استنتجناه من شويه. لو انت فضلت العلاقه دي واحد على اف، لو فضلتها هيبقى ماينس دي اف على اف سكوير، صح؟ لو فضلت واحد على اكس يطلع ايه؟ ماينس دي اكس على اكس سكوير. طيب الناحية التانية هفضلها هيبقى ان ناقص واحد اللي انا هفضلها دي ان، والناحية دي سواء. لو قسمت بقى المعادلة دي على المعادلة دي في الآخر بعد ما نشطب شوية حاجات هيطلع ان ماينس دي اف على اف بيساوي دي ان على ان ناقص واحد. الدي ان ده اللي هو ان فايلت ناقص ان ريد، يعني من الآخر كده دي ان على ان ناقص واحد اللي هي هي الاوميجا يعني طلع بيساوي ماينس دي اف على اف. دي اف هو التغيير بتاع الفوكال لينس، يعني دي اف ده هو الفوكال لينس بتاع الفايولت ناقص الفوكال لينس بتاع الريد، يعني واحد الفايولت دي فوكال لينس ده الانكسار بتاعه واحد. ففي النهايه هيبقى الدي اف ده هو اف في ناقص اف ار، والاف اللي داخل ده هو بتاع النص. احنا كده خلصنا الرسوم طيبين. هي بقى هقول لكم كلمه كلمه كده بخصوص الحاجات الامتحان 90 درجه، نص هيت اوبتكس ونص ميكانيزم. الهيت والاوبتكس غالبا هي بالتساوي، يمكن 20 و20 وفي 5 دقايق في النص ما بين الاثنين. لو انا مكانك وانا ما سافرتش حاجه وما اعرفش اي حاجه، ابتدي بالاوبتكس، دي مش هتاخد منك يومين شغل. ومسائلها اللي في الكتاب سهله قوي، هي مش بس زي ما قلت لك، اخر مساله فيها خطوه مستعجله. ده بخصوص الامتحان. حاجه كمان بالنسبه للتنسيق. في ناس يقعدوا يبعتوا لي كل شويه اخش ليه ما اخشش ليه واعمل ايه ما اعملش ايه. هتقيس سوق العمل على وضع النهارده. يعني لو النهارده المدني يجيله شغل كتير مش ده اللي يخليك تدخل مدني. لان بعد اربع سنين على الاقل هيبقى الوضع ممكن يكون مختلف. وده اللي حصل مع الدكتور مثلا لما انا دخلت الاتصالات زمان، لما دخلت الاتصالات سنه 98 كان سوق الاتصالات عالي